دايما فكرتنا عن رياضة التزلج ان هي رياضة لا تمارس الا في البلاد اللي فيها تلج. طب البلاد اللي زي حالاتنا ما فيهاش تلج، يعني احنا مالناش نفس نتزلج؟ من حقنا نتزلج احنا كمان. الحقيقة ان في انواع مختلفة من هذه الرياضة، وطبعا دي نقطة من ضمن نقط كتير هنتكلم فيها وبالتفصيل الشديد، وخصوصا ان هي ابتدت تنتشر بشكل ملفت للنظر في جميع انحاء العالم وحتى في عالمنا العربي في الفترة الأخيرة. هنتكلم عن أنواع هذه الرياضة مع كابتن عمرو عبيد وهو مدرب التزلج اللي منور الدنيا. صباح الفل على حضرتك. صباح الفل. أخبارك إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله فضل ونعم الله. الحمد لله كله تمام؟ الحمد لله. أولا يعني أنا شاكر لحضرتك جدا وقناة الأهلي إنها استضافتنا في برنامج زي كده. ده أنت منورنا. إن إحنا نعرض فكرتنا أو الرياضة بتاعتنا بصورة كويسة في أكبر منصة إعلامية في أفريقيا وفي مصر زي نادي الأهلي، وبنشكركم فعلا جدا إن إحنا يعني اظهرتوا لنا اللعبه وهتظهرها لنا بشكل كويس في الاداء. لا شكر على واجب. اولا حضرتك منورنا واحنا سعداء بوجودك معانا، وفعلا لا شكر على واجب لان الهدف رئيسي واساسي من اهداف البرنامج ده بصفه خاصه وقناه الاهلي اكيد بطبيعه الحال بشكل بالزبط. عام القاء الضوء على كل انواع الرياضات بالزبط. وخصوصا الرياضات اللي ابتدت تنتشر مؤخرا في مصر وفي عالمنا العربي كما هو الحال في رياضه التزلج او الانزلاق زي ما حضرتك قلت لي قبل ما ندخل. هي اسمها يعني في اللغه العربيه الفصحى اسمها الانزلاق. التزلج المقصود بيه اللي هو التلج، الجزء اللي هو في التلج ده كله بنسميه التزلج. الانزلاق ده اللي هو المقصود بيه اللي هو على الارض العادي، اللي هو بمعنى صح رولر سكيت. واللي بيحصل على الرمل، الرمل ده بتسموه ايه بقى في الحاله؟ اسمه ساند بوردنج. يعني أوكي. هو بيبقى بورد واحد بس، يعني هو مفروض لحد دلوقتي في لعبه واحده موجوده فيه اللي هي بتبقى بالبورد، اللي هو على الركب ني بورد ولا بيبقى لا هو بيبقى محطوط بورد خشب كده واحنا بنتزحلق بيه على رمل، على كثبان رمليه بتبقى ناعمه شويه، مش اي رمله كمان طبعًا. معين بتبقى طبعًا. مخصصه بتبقى دايما موجوده في الفيوم واكترها في الفيوم يعني، بس بنلجا لافضل جبال موجوده فيها. انت شخصيا ابتديت ممارسه الرياضه دي امتى واي نوع منها تحديدا؟ انا الاول كانت بتواجهني صعوبات طبعا في الاول في البدايه كده، كان والدي فاكرني ان انا لسه يعني انت كبرت بقى على الكلام ده. قلت له يا بابا انا الصراحه الرياضه دي حبيبها. كان رافض اللي هو طب ايه طولي ولسه بتتزحلق لسه تتزحلق ينفع حاجه زي كده؟ فكان والدي الله يرحمه بقى كان رحمه الله عليه كان بيقول لي دايما يعني ما تلعبش رياضات خطر او تحافظ على صحتك والكلام ده كله. فجيب فتره من الفترات شافني وانا بلعب لعبه صغيره زي دي كده، خدت سكيت من حد وبلعب بلعب، فشافني تطورت بطريقه مدهشه جدا لدرجه ان في مره لقاني في برنامج تلفزيوني طلعت وبطلع بعرض، فقال لي ايه ده انا مش مصدق ان انت بتعمل كده. فابتدى يدعمني وابتدى يجيب لي يعني اسكتات من انضف انواع الاسكتات بحيث اقدر اطور نفسي. الكلام ده كان من 10 سنين وانا بلعب، انا بقالي 19 سنه بلعب سكيت. وانا من 10 سنين عمال اطور نفسي في السكيت. المشاكل اللي كانت بتواجهني ان انا كنت بتمرن كل حاجه لوحدي، يعني انا اللي بكتشف المهاره، ما كانش في بقى جو وسائل الاعلام الكبيره ده وان انا ادخل على يوتيوب ادور على مهارات. كانت الموضوع كان صعب جدا. لو ب 19 سنه ما تهيأليش ان الرياضه دي كانت حتى موجوده في مصر. اما كانت موجوده كان عددنا قليل قوي او على استحياء يعني. بالظبط كده، يعني احنا كنا موجودين. وكان على فكره احنا العلم احنا لينا اتحاد لحد دلوقتي اسمه انزلاق الفني للهواء. سوري، انزلاق للهواء. الاتحاد الاتحاد ومن زمان جدا. هو مستقل ولا تابع لرياضه ثانيه؟ لا تابع، يعني احنا تابع الاتحادات كلها وبننزل نمارس رياضاتنا ولينا بطولات رسميه وبناخد ليها اعمال سنه في الثانويه العامه وحاجات زي كده. اوكي. الانزلاق ده يعني او بمعنى صح في ثلاث انواع منه، يعني تعال نتعرف عليه. يعني في ثلاث انواع وكل نوع ليه الحذاء الخاص بيه. بالظبط كده. هو ده اسمه انلاين سكيت. ده المقصود بيه السكيت السريع، يعني اللي بيجري بيه بسرعه جدا في في الارض. وعلى اي ارضيه؟ هو ده طبعا عشان براند كويس فبيقدر نمشي بيه على الارض. انما في لو حاجات صيني او لسه استعمالها ضعيف شويه ما بتبقاش بتساعدني في الاسفلت شويه، بس بتساعدني في اراضي ثانيه. تمام. السكيت بيساعدني في السرعه، يعني ده بيساعدني في السرعه في المهارات شويه الى حد ما، فبيخليني العب اللعبه حاجه اسمها فري ستايل او الاربن، او ان انا اتحرك بحريه في الشوارع زي ما بنشوف ان بعض الناس بتتحرك بحريه في الشوارع والكلام ده كله. وفي اوروبا كمان بشوف اوروبا بالظبط توجه عالي. وفي نفس الوقت بعمل بيها لياقه بدنيه، يعني الناس بتفتكرها انها لعبه خفيفه، لا احنا بنعمل لياقه بدنيه تامه، احنا فعلا بنطلع جسمنا مرهق تماما وبنظبط جسمنا وبنقلل وزننا وبنظبط عضلاتنا واجهزتنا الحيويه جوه بتفضل شغاله طول ما احنا بنلعب اللعبه دي. لدرجه ان احنا لينا جزء منه اسمه فيتنس، يعني يعني في لعبه اسمها فيتنس، انا بنزل اجري في الشوارع زي الجري او العجله،
فبقدر امارس من خلالها رياضتي. وبتعمل نفس المردود زيها زي الجري العادي ولا هنا الدنيا اهدى شويه؟ لا بالعكس اقوى كمان، عشان انت بتحمل وبتدي لنفسك قوه، انك انت بتدي لنفسك سرعه اكتر، وبتبقى دايما عندك الهدف انك تجري اسرع يعني. أوكي. يعني ما عندكش ان هو ايه عارفه ما حضرتك يبقى معاك عربيه فتبقى عايز تجيب اسرع فاسرع، فده بيغريك انك كل شويه عمال تزود سرعتك. بس انت عايز مضمار يساعدك بالزبط. على كده هو ده بقى اللي مش الشوارع العاديه، والا ممكن جدا وانت بتسرع تيجي واخد شجره كده. احنا عندنا شروط بنحطها دايما كاسكيتر يعني او جروب، عندنا بنحط شروط لان مش اي حد ينزل في الشوارع، مش اي حد يقدر يمارس في وسط العربيات، ما حدش يقدر، ممنوع يعني. بنحط له شروط. البديل ايه المطلوب؟ البديل ان احنا بندور على اماكن، وبنتمنى طبعا هي ابتدت تظهر، بس بنتمنى انها تظهر بشكل كويس يعني. الحمد لله سياده الفريق السيسي طبعا زود لنا في بعض الاماكن زي اكتوبر، بقى في ممشى سياحي هناك يقدر يساعدنا ان احنا نلعب الرياضه دي، لان هو ظهرها نتيجه اما عمل مبادره بتاعه العجل، اما ابتدى الناس تشوف ان في عجل وان البنت عادي ممكن تنزل بعجله، ابتدى السكيت يظهر في بعض الاماكن زي كده، وابتدوا يعملوا ممشى سياحي عندنا ان احنا نقدر نمارسه ونقدر نلعب فيه. والحقيقه سياده الرئيس الحقيقه يعني القى ضوء من جديد على الرياضات التنسيه الفتره الاخيره. بالظبط كده. طيب ده نوع واللي جه ساعدنا برضو اكتر كان وزير شباب ورياضه اشرف صبحي، كان عمل لنا مبادره برضو قريب للسكيت، هي دي اللي نقلت السكيت تماما. يعني سلط علينا اضواء كلها ان احنا بقينا سكيت موجودين في مصر. جميل. ده نوع الانلاين سكيت. في جزء تاني برضو من الانلاين سكيت اسمه الاجريسيف، ده بيبقى يعني صعب شويه في المهارات بتاعته، ده بيبقى مصنف ان هو اعنف سكيت. اعنف بمعنى ايه؟ يعني بمعنى صح مهاراته قويه شديده، مش سهله. مهاراته هو ولا مهارات اللي مهاراته هو؟ لا يا راجل. يعني هو ده بيستعمل، وده بسم الله ما شاء الله ليه مهارات مستقله. أيوة عن اللعب. بالظبط كده يعني. ده للعلم احنا عددنا قليل جدا اللي بنلعبه في مصر، احنا حوالي ما يتعداش العشرة، ما يتعداش تماما. أوكي. لان هو بيبقى صعب شويه. ده اللي احنا بنشوفه بيتزحلقوا بيه على الترابزين كده مثلا، على السور. بينزل يتزحلق على سور زي كده، فده بيقدر يساعدنا يعني الليدج اللي هنا السول اللي هنا دول والانتي روكر ده يساعده على الانزلاق. على يعني ده مش عجله، يعني ده مش عجله، دول ثابتين. دول ثابتين، دول العجل بس. طب دول بيعملوا ايه؟ دول بيساعدوني ان انا لو في حاجه يعني؟ بتزحلق مثلا على سور او حاجه زي كده، فبيساعدني ان انا اتزحلق. هو ده بيبقى اصعب شويه، ده بيحتاج له حاجه اسمها سكيت بارك اللي احنا بنشوفهم يعني فكره ان انت بتتزحلق على سور دي لوحدها مرعبه جدا. فانت بتتزحلق على سور وكمان بحاجه زي كده. بالظبط كده، بالظبط كده. فهو ده اللي احنا بنتمناه طبعا، ان احنا نشوف حاجه زي كده هنا في مصر، اللي هو السكيت بارك. عشان كده احنا عددنا قليل يعني، احنا لو ظهر اماكن زي كده في مصر كتير الناس هتدعم، هتجيب. طب بغض النظر عن النوع ده بالتحديد، لكن حجم الاقبال بشكل عام على الرياضه دي في مصر عامل ازاي؟ احنا السنه اللي فاتت شهدنا طفره رهيبه تماما يعني. احنا كنا في مصر فعلا زمان من حوالي 6 سنين او 7 سنين، اما كنت بشوف واحد بسكيت كده من بعيد كنت بطلع اجري، لا تخبي العربيه، تعالى انت بتلعب سكيت فين، ننزل نتعرف نبقى اصحاب. يعني كان عددنا لا يتعدى ال 10 فعلا. دلوقتي احنا مش عايز ابالغ، بس هو احنا فعلا فوق ال 10,000 سكيتر في مصر. بس انت كمان عندك اجيال جديده من الاطفال، دي بقى الميزه يعني. حضرتك بص جبت لي نقطه جميله جدا. انا قلت لحضرتك انا من 10 سنين انا كنت ما كانش في غيرك، ما كانش في غيري، وكنت طبعا بجتهد لوحدي. ودلوقتي ما بقيت بمرن، انا بمرن طبعا اطفال دلوقتي، بقيت ببث فيهم الاخلاق طبعا رقم واحد، والقيم والمبادئ اللي تظهر اللعبه بشكل كويس، لان احنا دايما حابين ده ان يظهروا بشكل كويس. فابتدى ان احنا نبث لهم النقط دي، غير ان احنا بنديهم مهارات في اسرع وقت. يعني المهاره اللي انا كنت بقعدها بالشهور انا بديها له في يوم، يومين، ثلاثه. فبينجز معايا، فده بقى المستقبل اللي لما يجي هيبقى حاجه تانية خالص غيرنا. طب طالما انت بتقول يا كابتن عمرو برضو ان بقى في اقبال ملحوظ في الفتره الاخيره، وكمان كنا بنتكلم من شويه في فكره ان في اتحاد بالفعل للرياضه دي، هل ده معناه ان احنا عندنا فرق وعندنا منتخب وعندنا بطولات وعندنا منافسات، ولا لسه الموضوع ده عدايه؟ بالظبط كده. كل اللي احنا اتكلمنا فيه ده حاجه اسمها الفري ستايل، اللي هو اللعب الحر، ان انا بلعب حر خالص وبلعب لوحدي ومفيش مشاكل. الانلاين سكيت ممكن يساعدني شويه في ان انا ممكن العب سرعه. ده النوع الثالث. ده النوع الثالث، وده اللي منتشر اكتر نسبيا. ده اللي منتشر في الرياضات، في الرياضه يعني. السرعه هو سبيد، في سباقات سرعه بننزل انا وانت مثلا نسابق بعض، شوف مين فينا الاول وبتايم والكلام ده كله. وليه انا هبهرك لو طب يلا بينا دلوقتي على شويه شقلبظات غير مسبوقه، هنشوف الكلام ده دلوقتي. ماشي. ده برضو النوع الثالث الاخير اللي اسمه جام سكيت او كواد سكيت.
او بيسموه الارتستيك اللي هو الفن، ده اللي هو مخصص اكتر سنه للبنات اللي هي بترقص ايقاعي شويه بيه. وده بيبقى ليه اتحاد، يعني ليه اتحاد مستقل برضه اسمه انزلاق الفني للهواه. طيب انا عايز استاذنك، انا اسف للمقاطعه، بس احنا لازم نطلع حالا دلوقتي عشان نتفرج معاك ومع الناس على جوله تفقديه في النادي الاهلي فرع الشيخ زايد للكابتن محمود الخطيب، طبعا بصحبه الاستاذ العامري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي، والمهندس محمد سراج عضو مجلس الاداره، ومعاهم دكتور سعد شلبي القائم باعمال المدير التنفيذي، وايضا اللواء خالد عبد الرحمن مدير فرع الشيخ زايد. هنتابع ونرجع نكمل كلام. واحنا بنتابع مع حضراتكم هذه الجولة التفقدية كابتن محمود الخطيب. كابتن عمرو كان بيقول انه عايز يشكره. طبعا يعني بشكر كابتن الخطيب طبعا ان هو ادانا فرصة زي كده ان احنا نطلع في منصة اعلامية كبيرة زي قناة الاهلي، ان احنا نطلع ونعرض لعبتنا انها تتشاف. حتى ده هيساعدنا كتير قوي، لان احنا كنا بنتمناه من سنين ان احنا نظهر بس او الناس تشوفنا. لا خلي بالك الظهور ده منقوص، لان احنا النهارده للاسف الشديد محكومين بمده زمنيه معينه. انت توعدنا بقى ان شاء الله تيجي مره ثانيه تنورنا بإذن الله. ونعمل بقى يعني ايه تجربه عمليه على اللي انت بتقوله. يا مسهل انا والزملاء هنا ونلبس الاحذيه بتاعت السكيتنج دي. انا جاهز. فرصه ندغدغ الاستوديو كويس وعلى طول نطلع على بره. نورت الدنيا يا كابتن عمرو. الله يخليك. وحقيقي على فكره مش هزار، انت ان شاء الله لازم تكون موجود معانا مره ثانيه عشان احنا ما نحبش نتكلم. يزيدنا الشرف والله. ربنا يخليك. نشكرك، نتمنى لك كل التوفيق. ونشكر اكيد كل حضراتكم على حسن المتابعه لحلقتنا النهارده. بكره باذن الرحمن حلقه جديده و10 الصبح في الاهلي صباح الحلويات.